اللقاء كان من دون روح لغياب الأنصار عن المدرجات بسبب العقوبة، والمولودية لعبت المباراة في غياب 7 عناصر بسبب الإصابات والعقوبات. نغيز ومن دون إجازة بخطة 3-5-2 دفع بلاعبيه نحو الفوز ولا غير. شبيبة الثورة في المقابل بداية من الدقيقة 27 تأثرت كثيرا بالخروج الاضطراري ليحيى شريف بعد اصطدامه بالمؤذن، خروج أخلط أوراق إغيلة الهجومية. المولودية استثمرت في الكرة الثابتة في التنفيذ حشود ورأسية نقاش حولها الحارس إلى الركنية، ركنية وكرة مرتدة من دفاع شبيبة الثورة ورأسية ربيعي غير مسارها فرحي. في الدقيقة 41 كرة طويلة بوبكر أساء التعامل معها فكلفته بطاقة صفراء وكرة ثابتة من وضعية سانحة لبورديم الذي تكفل بالتنفيذ والتسجيل بطريقة جميلة. هدف انتهى عليه شوط المباراة الأول. في الثاني شهدنا سيناريو مغاير بسيطرة واضحة من جانب الشبيبة التي كانت الأحسن من حيث المحتوى والفرص التي فوتها أولا فرحي بداية من الدقيقة 49، ثم مسعود الذي تحرك كثيرا واجتهد في الهجوم ولكن دون جدوى رغم التراجع البدني للاعبي المولودية، ولكن الفعالية كانت غائبة. ومن الأخبار السيئة لأنصار المولودية تجدد إصابة إربعي في هذه المباراة. في الدقيقة 86 شهدنا فرصة وحيدة في الشوط الثاني للمولودية بعد انطلاقة البديل درارجة، توزيعة للنقاش، هذا الأخير لم يلحق بالكرة في الأولى والثانية بعد توزيعة حشود البديل خليفي، وبعدما تحصل على إنذارين طرده الحكم دمبراهيم، لتسير المباراة بعد ذلك إلى فوز أشبال نغيز بينما الحسرة كانت كبيرة لشبيبة الثورة.